برامج دكتورة هبة قطب وتفاصيل العلاقات الزوجية، جرأة لا يجب أن تكون على الشاشة أم ممكن تدعمها لأن الناس تحتاج للثقافة الجنسية؟ الناس محتاجة للثقافة الجنسية لأنه أغلب الشعب معقد جنسيا. معقد جنسيا؟ نعم، في عقد جنسية كتيرة في المجتمع. هو التحرش ده جاي منين؟ كبت. كبت بس ما عندكش ملاعب تاخد الشباب. بس في كتير ناس بيقولوا أنه الجرأة لها حدود، تسمية الأمور بأسمائها وبهذه نعم. التفاصيل وهذه الدقة نعم. ممكن تجرح مشاعر الكتار. نعم. نحن بمجتمعات شرقية مش ممكن نتقبل هذا هذا الأسلوب وهذا الكلام وهذه التسمية. خلي... ما بتوافقون الرأي بمكان من الأماكن. وأؤكد لك أنه أي جرأة لها سقف، بس أنا بشوف أن هي بقض لأنها دكتورة فعارفة حدود الكلام. إنما لما تجيبي حد، في ناس مؤخرا كده يطلعوا اسمهم مستشارين زواج، ده التلفزيونيات دي بقت فيها حاجات تضحك بشكل. مستشار زواج يعني ايه؟ مستشار زواج يعني يقول رأيه كيف تكون زوجا ناجحا. وفي ناس تطلع تقول آراء في العلاقات الجنسية. أنا بشوف إنه هبة قطب درسة ده وبتحافظ على الأطر العامة قدام مجتمع. لكن مين قالك إن كل البيوت تفتح أبوابها وتستقبل وتستقبل الست هبة قطب بنسبة إدي 40%. 40% لا تستقبلها بهذا 40 الشكل. 40% يستقبلونها. بيبقى 60% يتكسفوا. الريف المصري لا يمكن يستقبل هبة قطب. اللي بيستقبلوها 40% دول أبناء المدن الذين يفهمون ربما أكثر من هبة قطب. أنت مع تدريس الثقافة الجنسية في المدارس؟ لا. لما لا؟ في مصر لا. لما لا؟ ما أنت بعدك عم تحكي إنه عندنا جهل بالموضوع. نسبة الأمية في مصر 54.3، ونسبة الأمية الأمهات في مصر 61.2. هذه النسبة من الأمية لا تجيز على الإطلاق تدريس الجنس في المدارس. سوف ترفض. لا يزال حصة الأشياء وبعض المعلومات اللي بتتقال عن جسد الإنسان المرأة أو الرجل في المدرسة في الحصص يثير الكثير من السخرية والانتقادات والكلمات البذيئة والغضب حتى من قبل أهل والغضب من الأهل. ما بيحبوش الكلام. نعم.